وخليني يعني برضو اتكلم معاكم بقى اكتر عن ماتشاتكم، عن الموسم اللي انتوا عملتوه، وعن تدريباتكم. يمكن انتوا السنه دي عندكم موسم مزدحم، لان انتوا فريق 18 سنه، الفريق اللي كان مرتبط السنه دي، فانتوا لعبتوا باستثناء كل الفرق ثلاث بطولات. خلينا نتكلم عندنا بطوله الجمهوريه ما هو ثلاثة منطقه ومرتبط ومنطقه وجمهوريه ثلاثه. خلينا نتكلم عن بدايه الموسم يا بيبو، الاستعداد كان ازاي، التجميع بتاعكم يعني افتكر كده اول يوم اتجمعتوا فيه اتعهدتوا على ايه، كلمتوا يعني كلمني عن الاستعدادات لكل الموسم ده بشكل عام. اول حاجه طبعا كابتن اسلام اتكلم معانا ان السيزون طويل، وان كل اللعيبه لازم تبقى جاهزه، وكل يعني مفيش واحد بيفرق عن التاني، كل حاجه واحده، وان كلنا هدفنا واحد. وطبعا زي ما شفنا في طولة المرتبط احنا ماتش الجزيره ما خلص غير في اخر صحيح غير في اخر ثواني دي، عشان كانت الفرقه كلنا حاجه واحده، كلنا كنا عايزين نبقى حاجه واحده كلنا، فدي يعني ظهرت لنا اللي احنا كنا عايزين نكسب ازاي. طب قول يا بيبو، يعني كابتن اسلام لما كلمكم في بدايه الموسم قال لكم لازم كله يبقى جاهز ولازم كله يستعد لان كله هيبقى له دور، هو قال كده؟ طب انتوا كلعيبه، سيبك بقى من كلام كابتن اسلام، انتوا مع بعض بتقعدوا كلكم صحاب وبتقعدوا مع بعض في الاوضه وبتسافروا مع بعض وبتكلموا مع بعض، قلتوا مع بعض ايه؟ نفس الكلام يعتبر كابتن اسلام قال من قلبكم يعني، ولا بيبقى فيه ساعات حته يعني انا نفسي العب ومنافسه؟ هو طبعا دي منافسه شريفه، كل واحد بيحاول يثبت نفسه قدام طبعًا التاني طبعا، ده عن طريق التمرين وعن طريق الماتشات، دي حاجه حلوه لما واحد يشوف واحد بيلعب احسن منه طبيعي يحاول يلعب زي بالظبط، ويمكن احسن شريفه لمصلحه الفريق ومصلحه اللعيب نفسه كمان. صح، برافو عليك. في المنتخبات وكده، برافو عليك.